تحية طيبة للجميع مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج خاص، والذي سنسلط من خلاله الضوء على فيروس كورونا وانتشاره الواسع وسط الجزائريين. في ظل تضارب الآراء حول عملية التلقيح وأيضا تشبع المستشفيات عن بكرة أبيها بالمصابين بفيروس كورونا، في المقابل هنالك أشخاص ومواطنين عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بنشر رسائل سلبية وفيديوهات تؤثر كثيرا على نفسية المواطن. فالكثير من المواطنين اليوم مشاهدينا الأكارم أصيبوا بالهلع وأصبحت لديهم هستيريا من فيروس كورونا، وبالتالي أخذ الحيطة والحذر أمر ضروري، ويجب أيضا الوقوف عن مدى جاهزية المجتمع المدني في مجابهة هذا الوباء الفتاك. إذن سنحاول قدر المستطاع التحدث عن أزمة الأكسجين، هل هي مفتعلة أم أنها هنالك سوء تسيير؟ طبعا وزير الصحة سي بنبوزيد مساء اليوم قام طبعا بندوة صحفية وأكد من خلالها أن الأرقام المعلن عنها بخصوص المصابين بفيروس كورونا ليست هي الأرقام الحقيقية، وإنما الأرقام هي كبيرة جدا. وأكد أيضا من خلال الندوة الصحفية أنه لا داعي للتهويل، لأن هذا التهويل زرع الذعر وسط الجزائريين. إذن وزير الصحة أيضا طالب بضرورة طبعا تهدئة الوضع وعدم الانسياغ وراء الشائعات التي في غالبية الأحيان ما تثبط من عزيمة الفرد. أسئلة أخرى سنحاول الإجابة عليها من خلال هذا البلاتو رفق الضيفي الكريمين، الأستاذ أحمد إبراهيم رئيس جمعية البركة، أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بك سيدي. ويسعدني أيضا أن أرحب أيضا بالسيدة سعاد أو سعد فضيلة، كاتبة ناشطة جمعوية، مرحبا بك سيدتي. أهلا وسهلا بك. نعم، أبدأ بك طبعا الأستاذ إبراهيم حول المبادرة التي أطلقتموها مؤخرا بخصوص طبعا جمع التبرعات لاقتناء أجهزة المكثفات الأكسجين، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة لك وللأستاذة ولكل جميع المشاهدين. كما تعلم وأعلم بأن الوضعية الصحية في الجزائر هي وضعية الآن يعني أصبحت وضعية كارثية أمام هذه الإصابات الخطيرة التي نحن الآن نسمع إلى جهة رسمية تعطينا بأن هذه الأرقام التي تعلن ليست هي الأرقام الحقيقية، لأن من ورائها أرقام أخرى الله أعلم كم في أي عدد نضربها، في 10، في 6، في 7، في 8، ليس هذا هو ديدان الآن، ليس هو ديدان. هو قال أن عدد المصابين 30,000 تقريبا، لماذا؟ لأنه هذا عدد المصابين تقريبا اليوم 2000 مصاب. سي إبراهيم عفوا، هي أنه الأشخاص الذين أجروا التحليل، أما كاين أطراف أخرى يعني المصابين بفيروس كورونا ولم يصلوا بعد إلى المستشفى. أنا أضعف مضاعف أخي عمر، أنا أردت أن أعرج وأقول لك ليس هو المهم اليوم تعديل حساب أو العدد، لا يهمنا اليوم. نحن نشبه الأمر كأننا اليوم أمام منزل اشتعلت فيه النيران، ليس من الحكمة أن تسأل أثناء النار تسأل ما هي الممتلكات التي ذهبت، يعني تدخل أنت تنقذ ما تستطيع أن تنقذه. اليوم نحن في هذه المرحلة، ليست في مرحلة العد كم هو المصاب أو من أين أتى هذا المرض أو من هو المتسبب فيه، هذه مسألة تأتي بعد إن شاء الله بعد ما ننجو من هذه الكارثة يأتي التقييم. الأمر الآن المهم هو أن نحافظ على أمرين، أن لا تزداد هذه الأعداد أكثر، وهذا يتطلب الجانب الأول وهو الوقاية. يعني الناس اليوم تزيد في قضية الاحترازات الوقائية، يعني اليوم الناس يعني واجب عليهم يحافظوا على أعمارهم، ما يخرجوش من البيوت إلا للضرورة، يحافظوا على عوائلهم، يحافظوا على أزواجهم، على وليداتهم، على والديهم، من خلال الحجر الإرادي. أخي أنا الكريم ما عندي حتى عمل الآن برا، ما نخرجش، ما نخالطش، ما نصافحش، ما هوش وقت زيارات، ما هوش وقت باش نمشوا للعراس، ما هوش وقت باش نديروا للعراس وكذا، ولو هذيك اللقاءات الصغيرة موش وقتها.
لما نحرم أنفسنا من نعمة كنا نتمتع بها، لما ما كانش كان الكوفيد ما كان حتى وتسأل على الآخر، ما كان حتى واحد من نعمل واحد بيقوم بالشيء من يدخل في حرياته الشخصية. ولكن اليوم احنا أمام معادلة مترابط فيها الجميع، ماكش مسؤول على نفسك اليوم وماكش حر في نفسك. أنت ممكن اليوم أنت سبب موتي، ممكن أنت سبب شقائي اليوم، ممكن أنت السبب تاع اليوت متاعي، ممكن أنت السبب تاع الترمل، ممكن يعني لابدين نعدوا فيها مش على نتاو. فلهذا نقول الشق الأول هو الوقاية، الشق الثاني هو اليوم أن نتحرك نحو إنقاذ المصابين. فلهذا احنا كي أطلقنا الحملة هذه أطلقنا على هذا الشقين، ما حبيناش نروحوا للأمور، قلنا نشروا أجهزة تنفس، نوزعوا مليون كمامة، ونديروا حملة تحسيسية بأهمية اللقاح. لأن اللقاح هذا صرح حوله لغط كثير يا سيدي، الدرجة واحد يقول نبل اللقاح هذا كيديروا ستامبيس، معناتها تولي انت تلسكوبات تاع العالم وكل تعرفك. يعني ما أهمية هذا الإنسان اللي يقول هذا الكلام؟ يعني هذا العالم يتجسس على مواطن ساكن مش عارف وين ساكن، ولا وش أهميتك تبى يتجسس عليك؟ يعني كلام، هذا كلام تاع إنسان قاتل. فلهذا نقول الكلام الآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أو عتيد، كما قال المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه أرواح مش لعب، هذه مش بطاطا راه تتباع في السوق، هذه مش قال راني نديروا في البروغاندا حول مسائل، هذه أرواح. بعد لا إله إلا الله، بعد لا إله إلا الله لا توجد عبادة أعظم من إنقاذ الأرواح بعد لا إله إلا الله، بعد التوحيد، بعد توحيد رب العالمين سبحانه عز وجل يجي إنقاذ الأرواح. يعني أنت المهم أنت اليوم إما تساهم وتكون إيجابي وتكون معول تاع خير وتساعدنا باش ننقذ هذه الأرواح، لأن الناس اليوم راهي تبكي يا سي عمر. أنا كل يوم في المقابر الناس راهي تفقد في اعز الناس، على ما تعرف واحد يفقد وليده، واحد يفقد بنيته، واحد يفقد يماه، واحد الناس راهي يوميا تبكي، الناس قاع خايفه، الناس قاع مروعه. هل نخلوا الجو هذا ام احنا نكونوا متفائلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفاءلوا خيرا تجدوه. نعم. كل ما تكون كاين يجب اليوم تضخر الجهود. نعم. سي ابراهيم انا جايك لهذا الامر، انا ندير لك واحد القواعد استراتيجيه للتعامل مع الوضعيه. من بعد الاليات هي سهله. الان احنا كي نزرعوا الثقافه تاع التفاؤل وتاع الامل وباللي هذا عدو ما لازمش، هذا كيف فرنسا كي كانت محتله الجزائر، كانوا ناس يقولوا بلي مستحيل نقدروا نخرجوا فرنسا، ولكن الرجال اللي كانت عندهم العزيمه خرجوها. هكذا الكوفيد عدو يجمع لنا، لازم تكون عندنا الاراده والقوه بلي نقهروه، بلي نهزموه، بلي ننقذوا وطننا منه، بلي نحافظوا على امننا القومي، بلي هذه بلاد اللي رانا عايشين فيها كل. فلهذا نقول من بعد نروحوا للاليات. الآليات الآن تتطلب هذا المجتمع المدني تضافر جهوده. اليوم علينا نسمعنا في الفيسبوك وحتى تلقى حملة منا وحتى تلقى حملة ومنا، كاين الناس راهم دايرين حملة والله ما عارف الإجراءات كيف تتم، ويقول لك جي عطوني درام نروح نجيب من الصين. لا، الصين هذه مفتوحة لك أنت تروح تجيب منها بدون قوي، خلي بلاد عندها قوانينها، عندها أطرها، عندها كذا. هذا الأمر هو إيجابي الآن في المرحلة إيجابي، بالصح الانتكاسة اللي وقعت فيه مدمرة لكل مشاريع آتية. فلهذا لازم نتنبه باللي هذه مسائل راي كبيرة، كي نطلقوها مع جمعية قادرة، مع جمعية عندها خبرة في هذا الموضوع، ونوحدوا الجهود وإحنا جاهزين، واللي راهم دايرين المبادرة الأخرى الجمعية قد أيضا جاهزين. ولكن العبثية في هذا الأمر مش لعبة، ماهوش لعب باش نعبث. ماذا تقصد بذلك سي أحمد؟ مثلا واحد داير في الفيسبوك أعطوني دراهم نروح نجيب لكم هذا الأجهزة هذه، ما هو لا جمعية، ما هو عنده القدرات، ما هوش حق حتى الآلية تاع التواصل الاجتماعي. نعم، تقصد المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي. كيف تقصد المؤثرين؟ ما نشتغل على المؤثر، بلك المؤثر على الاقل المؤثر بلك عنده جهه يخدم معها. كاين مؤثرين، انا احترم، انا نتكلم على العبثيه الاخرى، على واحد مؤثر، واحد فنان ولا واحد كاتب ولا واحد عالم ولا عنده جهه راح يخدم معها، ولانه هذا ما يلعبش بالمصداقيه تاعه. بصح الامور الاخرى اللي يعني جمعية بلدية تقول لك أنا نروح نلمد باش نجيب هذو الأجهزة هذه الكل راها متوفرة في بلادنا وموجودة، وراهم كاين اللي فورنيسور تاعو راه يشري. ممكن هذا أمر يجيبوهم الخارج، أمر يجيبوهم بعيد، ولازم له وقت ولازم له إجراءات، ومسألة متعلقة بالصحة المواطن، هذه مش لعبة، مش قال هذه مواد عادية، هذه أجهزة لازم تكون عندها المواصفات،
كاين أجهزة الآن، أنا تكلمت مع مختصين قالوا لي الشيخ لازم تشري الأجهزة بالمواصفات هذه، كاين أجهزة واحدة أخرى رامي صنعوا لو كان تجيبها تدمر صحة الإنسان، لو كان تجيبها الجزائر تدمر صحة الإنسان. أنت تشوفها باللي جهاز تاع أكسجين ولكن هو مضر للإنسان أكثر من نفعته. فلهذا نقول هذه العملية ما هيش عملية على بروغاندا، إحنا الآن والله ما هي عملية عشورة، واللي راه يدير فيها الحوايج والله يخلصها قدام ربي. هذا هذه مرحلة راح نعبدوا فيها ربي وننجوا فيها الأرواح إن شاء الله. سيدة فضيلة سعد، كيف يمكن اليوم طبعا للفنان وللمجتمع المدني أنه يقوم بعملية التوعية والتحسيس بضرورة أنه كل إنسان يحكم داره وأيضا احترام الإجراءات الوقائية البعضات الجال وغيره؟ اليوم كيف يمكن أنت ككاتبة وكنشطة جمعوية أنك تقدري تأثري في هذا المواطن؟ تفضلي. زيد فضلك، أولا وقبل كل شيء هذا الشيء اللي رانا فيه يعني يتطلب جهود كبيرة. يعني كما راك تقول انت دوكا قلت لي باللي كيفاش انتم كفنانين، احنا ابسط الامور. يعني عندنا واحد الجروب مع السيده فريده حرحار اللي نوجه لها التحيه، الجروب تاني تاع سمير بورسك يعني رئيس الجمعيه نعم نستطيع، هو تاني كل يوم نتفاهموا كيفاش البارح ديجا تفاهمنا باش نديروا دي فيديو للتوعيه. وقعد في دارك هذه الكلمة، يعني كل واحد يدير فيديو، كل فنان يدير هذا الفيديو ويبارطاجيه بار فيسبوك ولا انستغرام ولا بأي طريقة يديرها. مام حتى يعني شوف سي إبراهيم، حاجة بسيطة ولكن عندها معنى كبير. لا الفنان مثلا يدير روح. نعم روح. يعني المبادرة الخيرية ولا أنه نساهموا في عملية التوعية ليس بالمال فقط وإنما بأشياء بسيطة ربما نقدروا نساهموا في عملية التوعية. تفضلي. أكيد. هذه جمعية نعم نستطيع وطنية أم ولا ولائية؟ تفضلي. نعم. رئيس جمعيتها سمير بورسق. نعم تفضلي. ديجا اليوم تاني راهم في براقي راحوا تفاهموا مع رئيس البلدية باش يديروا الفاكسان للناس. راهم واقفين معاهم ومتجندين وواقفين ما شاء الله، يعني هما قال لك احنا نوقفوا يلو كان على أبسط الأمور. نعم. خصوصا كما التوعيه، احنا الشعب تاعنا احنا ما نروحوش للكبار ولا نروحوا لهذوك اللي راهم برا، تقول لها تدخل يقول لك اه دوك ندخل للدار ومن بعد يعاود يدخل كي يشوف لابوليس يدخل يعاود يخرج. انت هذا البوليسي اللي راه يقول لك ادخل، هذا على جالك انت حياتك انت. عفوا ماشي على حياته هو، كي تشوفهم في لي بيس البافيت ما كاش دايرها هنا. انت راك في البيس ولاك في القطار ولا في اي مكان عام ولا انت البافيت يا ماكش دايرها ولا دايرها هنا، علاش راك علاك اصلا علاش راك دايرها؟ علاش راك دايرها؟ خاف على نفسك قبل من كلش، خاف على والديك. انت راك برا امك راهي داخل ما تخرجش، يا باباك كبير ما يخرجش، بصح انت قادر تجيبها له من برا. انت تجيبها له، انت تقتل باباك وانت تقتل يماك وانت تقتل خوتك. وزيد نشاطر السيد الكريم الرأي في الناس اللي ولات تاع الفيسبوك الرعب، والله 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 غير هذا الجروب تاع ليزارتيست تاع الفنانين كي نقعدوا نهضروا هكا يقولوا يبكوا، قال لك خلاص ما قدرناش، كل واحد واش يبارطاجي حاجه في الفيسبوك يبارطاجيها سلبية. يعني كلها طاقه سلبيه تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فلان مات فلان توفي الاكسجين ما كاش الى ما غير يكون محاول تهويل. حتى احنا خلاص راحت المناعه هنا تروح المناعه بالخوف هذا، لانه العامل النفسي يلعب دور، يلعب دور كبير. لازم شويه تفاؤل، ما نقولوش احنا نفرحوا ولا ما على باليش واش نديروا، بصح شويه تفاؤل. تفاؤل خير ان تجدوه. الواحد الانسان كما يقول لك يتفائل حاجه تاع خير، هذا كلشي بيضرب بالعالمين. ما تقدر له انت، ما يقدر له هذا ما نقدر له انا. شايله الدعاء، التوعيه، الصلاه، واحد كما يقول لك يشوف خوه خايف ولا احنا ولينا نشوفوا ناس انسان مرض بالكورونا راح يعنق هذاك يعنقه ويسلم عليه. وكأنه أصبحت تصفية حسابات. هذا السي إبراهيم تفضل تعليقك على واش تقول سيدة فضيلة. أنا أقول يعني أنا مع الأستاذة في الشطر هذا ولكن من عموش، يعني هو الأغلبية كاين ناس تخاف ربي كاين ناس. أستاذة أنا أقول لي الفئة الكبيرة من الناس الآن استوعبت الأمر هذا، يعني من خلال إحنا تجربتنا في توزيع الكمامات احنا كانت مؤخرا فقط. لا كل يوم الصنادق طالع مؤخرا كشفوا باللي لا حتى احنا في المرحله العام اللي فات كي وزعنا ال 5 ملايين كمامه هذيك صح في البدايه كان كلام، ومن بعد اثناء المعركه الناس خذات واحد الامان وقاحه، وباش الناس ما خذات واحد وقاحه امان بعد التجربه الاولى بعد يعني الموجه الاولى هذيك، باللي يا ودي خلاص كورونا انتهت
خذوا واحد المسار، بصح ولا واحد منهم كان يشوف اللي الكورونا هذه راح تبقى بنفس المواصفات الاولى، الوتيره اللي كانت تشبه المواصفات آه. الكورونا تاع العام اللي فات تاع دوك مش كيفاش يا عمر. نعم ولا هذا راهو جايبها على جهه. نعم خلي لا الصغير لا الكبير لا اللي عنده مناعه لا اللي ما عندوش مناعه. نعم حقش الرياضيين وهذه هي المصيبه سي الناس كاين دي جون يتعاملوا مع فيروس كورونا بنفس المنهجيه اللي كانت عليها من قبل، لان هذاك الفيروس هذاك الموجه هذه كل موجه هذه تختلف تماما. نعم. تختلف تماما. هذه زمان كانوا يقولوا التشخيصات، قال مثلا العام اللي فات لجان ما يقول لك اخويا ما تقيس لجان، قيس غير الكبار اللي عندهم امراض مزمنه. معناتها كان بزاف الناس التشخيص هذا امام يقول لك انني في من اعلي على تحرم. والله يا سي ابراهيم لو يروحوا الناس هذا والناس هذا المستهتر هذا الناس اللي ما تخافش ربي اللي راهم خارجين برا في الزنقه سون بافيت ولا بلا ما يديروا تعقيم ولا حتى في محطات النقل نشوفهم يعني واحد قدام بعضه دون انه اخذ بعين الاعتبار التباعد الاجتماعي وغيره. لما يروحوا للمستشفيات مصطفى باشا ولا الثنيه بولايه بومرداس، هذه المستشفيات يعني اللي رحت لهم انا وشفت يعني العجب يعني وين تشوف يعني والله العظيم لا القلب يخشع ولا لا تدمع. طبعا الصور اللي تشوفها وين تشوف الانسان يجري مور انه باش يتحصل على قرعه الاكسجين هذيك وغيره، هنا يعرف ويتاكد ويتيقن باللي الامور راهي خطيره جدا. يجب انه اليوم نتوخاو الحذر وناخذوا براي الاخصائيين طبعا في مجابهه هذا الوباء. وسي عمر على الاقل انه الانسان يحكم داره والخروج الى الضروره. تفضل. المسؤوليه متعدده. ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. نعم. كاين ناس والله ما يفهموا بالايه، والله ما تعطيوش الجلده والله ما يفهم. كاين ناس ما بالسلطان قوة الردع. أنا هنا لازم الدولة، لازم الدولة كي نقول الحكومة الناس لا يصيروا في البلاد هذه لازم هذا الجانب يفعلوها. كاين إنسان لازم آليات ردعية لردع هؤلاء المخالفين. ماكش مسؤول عن نفسك، واش قلت لك قبيل ماكش حر في نفسك الآن تفعل ما تشاء. يا خوك تضر فيها سبحان الله، مش من حقك تضرني. أنت حبيت تموت تدي ناس معك تموت ولي تنتحرت الناس قاعد. هل انت كجمعيه انا هنا والخبره ديالك نكمل لك هذه برك الجزئيه. الان لو كان يكون كاين مشروع متكامل لمحاربه هذا، انا الجمعيات اللي نقوم بدوري، المجتمع المدني يقوم بدوره، الامن وكذا يقوم بدوره، التوعيه يقوم بدورها، الاعلام يقوم بدوره، الفنانين والشعراء يقوموا بدورهم. بصح كي يكون كاين دور ناقص تختل الميزان. الان الدور اللي مازال هو الدور تاع الردع. الدور تاع الردع يا سيدي ما نضربوش الناس، ما قلتش انا نضرب الناس يا خويا، حرر له مخالفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. او كي تضربوا في جيبه يعرف ربي، هاي يولي يعرف ربي. هاك يضربوا في جيبه علاه؟ لان احنا الناس ما قدرناش. انا كي بالمناسبه انا كي عدت نشوف العدد، روح جيب انت دوك جيب مليون تاع جهاز ما يكفيش. الا بقيت بالطريقه هكذا الناس مستهدره جيب مليون جهاز تاع تنفس. ولكن سي ابراهيم واش من المستشفيات اللي تقدر ترفد هذا الاعداد كل؟ نعم ضلوا على وهذا هو السؤال الذي يطرح اليوم. اذا بقينا بنفس الاستهتار هذا وانه كورونا ما كاش وانه كورونا عامل سياسي وغيره، والله العظيم راح ربما سيدي عامل سياسي في الهند وفي الماريكان وفي جنوب افريقيا. هذو كاع عامل سياسي بيحبسوا الحركه تاع الجزائر. ها شويه يعني كاين منطق تاع عقل اخويا عمر، كاين منطق تاع عقل. احنا رانا في خاطر الناس. انا علاش قلت لك قبيل؟ علاش قلت لك قبيل؟ كاين الناس راح يكبون في جهنم على جل الاسلام. هذا برك ما هو السكير، ما هو السارق، ما ياكل الربا، ما ياكل والو. انسان بلسانه مش حافظ الكلام هذا يكون مسؤول. كيف احنا يوميا احنا رانا ندفنوا في الناس بالكورونا صغار كبار. البارح انا هذاك انا البارح كي جيت لك بعقلي اليوم كي تشوف فيها بعقلي ومانيش مجنون راني مليح. البارح مرأة حامل امامنا تموت وما قدرناش ننقذوها، ما كانش جهاز. قلت له ودي واش نقول لك؟ الا كاين لا تاخذ من التلفوس تاعي اعطيه لها، واش نقول لك؟ والله ما قدرنا ننقذوها. الامر صعب وخطير بالله عليك. الا رانا مسلمين رانا انسانيين، دعنا سيدي من الانتساب للدين الانسانيين. ماناش انسانيين احنا. المظهر ما تشوفش امراه قدام احد المستشفيات، انا ما نسميش في الاعلام مستشفيات، تموت قدام الناس وما كانش ما قدروش يقدموا لها مساعده هنا في العاصمه. شفتها وهذا في الفيسبوك الناس كاع شافتها. شفتها واثرت. شيخ عليك الا كان هذا المظاهر ما تاثرش يا سي عمر، واش ندير لك انا؟ معني ما ندير لك وانت سي عمر واش تقدر تدير للناس؟ دير 2000 حصه من هذا النوع. نعم يجب انه الانسان يتعظ من هذه الصور ويحكم داره كما راك تقول سي ابراهيم. سي فضيلة سيده فضيله تفضلي، حبيت تقولي شيء قبل ما نخرجوا فاصل اعلاني بخصوص طبعا انه الانسان يجب انه يحكم داره، وايضا يجب انه المجتمع المدني هذا يساعد الدوله في التوعيه والتحسيس وايضا عمليه التعقيم اللي شفنا انه كثير من الجمعيات في طبعا الموجه الاولى من جائحه كورونا في الجزائر تقريبا
غالبيه الجمعيات يعني جندت لعمليه التعقيم وغيره في الاحياء، اليوم شفناها تقريبا غائبه. تفضلي. لا ابدا، هذا كان راي البارحة طرحناه في المجموعه تاعنا، طرحنا باللي كل واحد يتفاهم في الحي تاعو اللي ساكن فيه يعقموا الحي تاعهم. نعم. يتفهموا كامل المواد التعقيم وكلش، ومن بعد ما يكونوش بزاف، قال لك باش ما نعاودوش نفس الغلطه اللي داروها في الاول، يكونوا يعني فئه كثيره، ومن بعد هذاك الاكتضاد هو اللي يسبب يعاود يسبب النمو تاع الفيروس بيناتنا، بيني وبين هذا وهذا، يكونوا قويين يزودوا الشعب، هذوك الجيران ثاني يخرجوا. احنا ما بغيناش كيما هاك، بغينا يكون خمسه من الناس في كل حي، خمسه من الناس هما اللي يتكفلوا بهذا الشيء. نعم. هما يتكفلوا بنظافه الحي، بتعقيم الحي، يعني هما اللي يتكفلوا بكلش. كل حي وكل واحد يتكفل بالشيء اللي عنده. وايضا لابد انه العمل الجمعوي هذا ما يتوقفش فقط عند عمليه التعقيم، ويجب ايضا انه التحسيس بخطوره الوضع، انهم يروحوا اذا طلب الامر حتى للمنازل ولا في الاحياء الشعبيه، هذا هو، ويقوموا بالعمل التوعوي. هذا هو نفس الشيء اللي رايحين له ذكروا الاخ ثاني في المجموعه معانا، ما شفيتش على اسمه، قال لي رايح ندير يعني التعقيم في المنازل. في المنازل الدخل. نعم، شكرا لك ضيفتي الكريمة وأيضا الأستاذ إبراهيمي على طبعا تلبية الدعوة. مزاكم تواصلين معنا في الجزء الثاني من البرنامج. مشاهدينا الأكارم وتواصلنا وإياكم، فاصل ونواصل، ابقوا معنا. عودة إليكم مشاهدينا الكريم، نرحب بكل من يلتحق بنا لحظة عبر قناة الحياة الجزائرية، متواصلون في هذا العدد الخاص والذي سنتطرق من خلاله إلى فيروس كورونا والانتشار الكبير وسط الجزائريين، وبالتالي نحاول نحن من خلال هذا البرنامج أن نكون اليوم إيجابيين قدر المستطاع لزرع الأمل وسط الجزائريين في محاربة هذا الفيروس، لأنه اليوم حتى الجزائريين أو بعض المواطنين لما يشوف التلفزيون يتكلموا على فيروس كورونا يزابي ولا يطفي لا تلفزيون، يقول لك بلي نزيد من التخوف ديالي والهلع. اليوم حابين نكونوا ايجابيين في كيفاش انه طبعا نواجهوا هذا الفيروس دون الترهيب. استاذ ابراهيم هكذا يا تفضل. نعم، انا بالنسبه لي انا اوافقك في الراي، لازم نكونوا يعني ناس تاع ايجابيين، واحنا في النهايه احنا مسلمين، احنا رب العالمين سبحانه وعز وجل هو اللي امرنا به، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، حتى ولو تبذر تبذيرا في الذنوب وما تقنطش من رحمة ربي. هذه رحمة ربي سبحانه عز وجل، هذا الفيروس يا أخي ربي قادر عليه وقادر يزيله في الآن، احنا هذه رحمة ربي. أنا الجانب تاع الفيسبوك مانيش راح نهدر على الإنسان لا مسؤول، كاين ناس يكتبوا خلاص، أنا نهدر على الأطباء، ونهدر الأطباء أنا أكل لهم الاحترام، وهم يعني لهم عفو لصانة وأدوا الدور، أدوا الدور. أنا بالنسبة لي موتاهم كلهم شهداء عند الله سبحانه، أنا بالنسبة لي مرابطون. ولكن كي يعودوا الأطباء كل يوم واحد يدير لنا تشخيص للمرض هذا ويحكي وهذا مناقض هذا، هذا راه يزيد يهلك في الناس. كان أطباء قال لك المرض هذا كذا، واحد يجي يقول له لا هذا كذا، واحد يقول لك تناول السكريات كذا، ومن بعد واحد يقول لك نعم. وهذا ما حدث اليوم سي إبراهيمي، أن اليوم عمادة الأطباء استدعت طبيب عيادة عبد الحفيظ الذي كان طبعا ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أنا مش تجب نكون صريح، أنا مش الأمر، كان ينشر يعني فيديوهات يقول من خلال تتبعي هذا الفيروس ومضر، وأيضا يقول بأنه التلقيح راح يسبب لك مشاكل، يسبب لك عقم، يسبب لك غير ما غير ذلك، وبالتالي استدعته اليوم عمادة الأطباء وأعطت له تنبيه أنه في حالة ما إذا عاود تكرار نفس هذه الأمور وفي هذا نفس الوشاية اللي راه يقوم بها راح ينحوه نهائيا، يفصلوا منه. هذا الكلام يهلك يجي من عند إنسان بهذا القدر؟ نعم. كون جاء من عند إنسان عادي ما هو لا طبيب لا ولك يقول كلام، ما صح واحد طبيب كيقول لي أنا الفاكسان يدير العقم، هل عنده أدلة علمية؟ هل هو دخل المخبر؟ ولكن كاين دي جون اللي ما يتسألوش سي إبراهيم وياخذوه كلامه صواب دير مباشرة. نعم نعم، الناس تاخذ أنا سي عمر كي تقول لي أنا دكتور في الطب، لا أنا أحترم الدكاترة، أنا ماشي في مستوى باش نروح نناقشوا، ناخذ عليه. صح. أنا كي نروح للطبيب واش يقول لي دير ندير؟ يقول لي ما تشربش هذه ما تشربش، يقول لي دير هذه دير هذه، أنا طبيب، الطبيب كي المفتي يا سي عمر. نعم. احنا واحد الوقت إلى تشفى واحد الوقت كانت عندنا فوضى، سموها فوضى الفتوى.
كل واحد يفتي لك كيما يحب. الناس كل واحد كيف ولا يصلي، كل واحد كيف ولا يؤدي في صلاته. الآن رأنا في نفسها، ولكن هذه الفتوى، هذه التشخيصات اللي دون أطباء ينجر عليها حياة أو موت. هاي مسألة مش سهلة. نعم. مش قال ماكلة ما عجبتنيش هاي غلطت فيها روح ناكل حاجة واحدة أخرى. هذا الخطأ في هذه الأمور إما أن الإنسان الذي يعيش ولا يموت. وأنت يوم القيامة ما كانش واحد عنده قدرة يتحمل مسؤولية قدام رب العالمين تعالى أرواح. النبي صلى الله عليه وسلم سي عمر يقول لا يزال المؤمن في فسحة من ديمه ما لم يمس دما. ما كانش حاجة صعيبة قدام ربي كما الأرواح. يجي واحد يقول ربي سله فيما قتلني، والقتل هذا مش شرط قال قتلته بالسيف ولا بالرصاص، ممكن القتل بالكلمة، القتل ممكن بالإعاز، القتل ممكن بكذا، القتل هذا عنده أنواع. فلهذا حنا رانا في مرحلة دقيقة، في مرحلة دقيقة يا اخوانا ما نكتبش انا في فيسبوك، انا ما نكتبش حاجة في فيسبوك، لكن حاجة تنفع الناس، لكن حاجة تدفع للأمام، كاين حاجة تعود تخلي الناس يتفائلوا الخير نكتب. اما امور انا ما عنديش علم، يخرج طبيب هكذا على فاكسا، الفاكسا اللي لازم لها باش واحد يعرف هل يدير العقم، لازم يروح يدير المختبر، يدخل المختبر يدير عليها يدير ريشارش كذا. حنا اليوم نقولوا الناس روحوا ديروا التعقيم، ديروا اللقاح، حنا ندعو لهم. مع انت كي تقول لي انا تبانيكيني، انا نخاف نقول انا كيف راني ندمر في الناس، كيف انا ندير في دعايه للشيء يدمر في الناس. معنى انا اللي راني ايجابي انا والاستاذه وغيرنا اللي رانا ندعو للتلقيح، نقول نشكوا في عمرنا، نقول حنا نشاركوا في جريمه درك. هذا طبيب اللي هدر، هذا دكتور اللي هدر، هذا مش حاجه صغيره اللي هدرت. معنى حتى يضر حتى المسائل اللي نديروا فيها. ممكن استنى ديت لك الكلمه مربط الفرس. يعني كيما التواصل الاجتماعي ولات الناس ركزت كاع عليه، هو الوسيله الوحيده درك اللي راه بينه وبين الفيسبوك. قوة الناس راهي غير الفيسبوك. دوك انت تشد اليوم باجا تبدا تقرا تشوف واش كاين طبيب هذا الفلاني ولا هذاك المختص الفلاني هاش قال على الفيروس كورونا، ويعطيك انت تروح معاه في الخط، تروح تقول خلاص هذا هو. من بعد واحد المام با ساعه ولا تزيد تقرا ثاني خبر واحد اخر الفيروس كورونا كذا وكذا وكذا، او هذاك ماشي قال هكا وهذا يقول هكا. خلاص هنا الشعب خلاص شي يتبعك انت ولا يتبعني انا ولا يتبع هذا شي يتبع. دوك هنا المخ تاع الانسان ولا ساتوري هنا، واش راح يكون دوك نقص المناعه من الخوف. استاذ انا نزيد ندعمك. انا هذا لازم يلقى الى الجريمه الالكترونيه. هذه ما يخلوهاش مجرد تنبيه، هذه تلقى الى الجريمه الالكترونيه. على هذا الجريمه الالكترونيه واش معناتها الجريمه الالكترونيه؟ واحد يدعو في الناس بالبلاش، يترقى الى عقوبه الجريمه الالكترونيه، يطبق القانون هنا. سي محمد قلت أرواح، أعطينا الأدلة تاعك باللي الفاكسة هذه تدير العقم، باللي الفاكسة هذه تدير عندها مضاعفات. إذن أيضا لازم أنه تكون هنا إجراءات نعم رضعية، لازم الردع. شوف ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أنا قلت لك سي عمر القاعدة تقول إن الله يزع بالقرآن ما لا يزع، إن الله يزع بالقرآن ما لا يزع بالسلطة. هذه لازم قاعدة، هذا هو. كاين الانسان اللي بالايه ما تاثرش فيه والله وتبات تفتيه كاين من بعد إيه؟ انا علاش واحد ما تقدرش تعرف جيب. وقل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لا 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 انا حبيت نركز على هذه يا استاذه. كيما احنا رانا ندعو للمواطن هذا باللي يلتزم ولا الردع، ايضا هذو لازم لهم. ربما فهمتكش الاستاذه فضيله. استاذه فضيله ويتكلم يعني على الناس اللي راهم يقولوا بلي راهم ضد اللقاح يعني وعمليه التلقيح، وانه الانسان اللي راح يدير التلقيح راح يصاب بعقم، راح يتوفى بعد عامين من عمليه التلقيح. قال لك هذو لازم انه الانسان اللي يتكلم من غير منطلق من غير دليل يجب انه يحاسب كما انه جريمه الكترونيه قام بها. انا واحده من الناس كي وليت نقرا في هذا الشيء. انا ما نهضرش بعيد، نهضر على نفسي انا، اعوذ بالله من كلمه انا. نشوف واحد يقول لك اودي انسان كان لاباس به، ومن بعد هو دار الدوزيام فاكسان راح له النطق. نعم. دوزيام فاكسان يده تشلت. دوزيام فاكسان. نعم وهذه هي الخزعبلات والترهات. يجيبون الحالات سي عمر، انت راك اعلامي وهذه مهمتك. جيب لنا هذه الحالات. استدعينا الحالات اللي داك الفاكسان راح له ذراع واللي راحت له عينه واللي راح له النطق. هنا جيبوها من الاقاويل. انا واش قلت نقول حتى احنا في العلم، يقول لك ليس كل شيء يقال للناس في العلم. هذا انا دكتور لقيت مثلا الفاكس هذه في هكذا، يقول روح الباستور، روح مع تا باستور ناقش اهل الاختصاص يا جماعه الفاكس هذه تضر في الناس.
هذا مش للنشر، مش كل حاجة تنشر سياسة حتى في جانب الفكرة. ولكن الغرض من نشر هذه الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو التهويل فقط، ودائما بعض المواطنين أو بعض المراقبين عفوا لهذه القضية ربطوها بقضايا سياسية وقضايا اقتصادية، ربما حتى للشركات المصنعة لهذه اللقاحات، باعتبار أنه هذه الشركات هي التنافس في السوق، يعني شكون اللقاح ديالها اللي راح يحقق أكثر مبيعات، يعني وبالتالي يجب الإنسان أنه يكون فطن لهذه التلاعبات، ويكون فطن أنه أيضا ما ينساغش وراء هذه الشائعات. سي إبراهيم، أنا نعرف الدولة من بكري، حتى نولو الجانب السياسي، نولي معك الجانب السياسي، مش نعرف الدولة من بكري تحارب الإشاعة، تحارب الإشاعة، تمس الجيش تخلص، تمس الأمن القومي تاع البلاد تخلص، تمس الرئيس تخلص، تمس الداخل، لأنه مش أعراض الناس مش لعب. هكذا تاني هذا واحد يطلق خبر كيما هذا من أجل باش يمشي شركة على شركة، بصح شوف الهول اللي داروا في وسط الناس، شوف الرعب. سي محمد، هذا هي كل واحد يطلق في الإشاعة السياسية، هو يطلع واحد إشاعة يطلع يدمر الناس كل شيء، هاي الناس يتدمر يتموت، هذا يعاقب. نعم يعني جميل. ولكن هذا الإنسان الطبيب راه عنده القسم. أنا إيش قلت لك بلا سي عمر، هذو مش ناس عاديين، سي عمر هذو راهم أطباء، راهم ناس محترمين، وناس راهم حطوا يدهم على كتاب الله والقسم، وناس رانا مأمنينهم على أعمارنا. أنت كي نشوفه يهدر، أنا كي نشوف أنا روح، أنا صدقني أنا عمري ما رحت لطبيب، عندي في عمري 50 سنة، عمري ما دخلت لطبيب وشكيت في الوصفة نتاعه، قل لي يا شيخ بديش اللي ما ديرهاش. نعم. أيضا سي إبراهيمي، اليوم عدد الإصابات 1537، نقص تقريبا شيء مليح، و28 وفاة، 307 حالة للشفاء. تعليق على هذا الرقم؟ هذا الرقم يعني ما زالت الامور ما زالت ما شوف خويا شوف ما دام انه في الالف ما احنا كنا نهضروا غير على 100 و200 وقلنا بزاف، يعني دوك التاكين نقصد 40 و50. انا والله ما عادش نناقش الامور، خلاص انتهى الامر. نعم جميل. انا داخل المعركه سي عمر، الشهداء والجندو شوف كيكون داخل المعركه، شوف القائد كيكون داخل المعركه مستحيل يخمم في اللي استشهد وفي اللي جريح، لانه نقول لك حوس كيف يكمل باش يجيب النصر. احنا الان خلاص دخلنا لدخل المعركه، دوك اللي عاش واللي مات الان كيفاه نقدروا نخرجوا فيما من تبقى نخرجوا به بخير. لازم نكونوا يد واحده، يد واحده. كيفاش اليوم نسيفه انا وانا نعاون عمار. سيده فضيله، كيفاش نكونوا يد واحده اليوم؟ تفضلي. اكيد لازم نكونوا يد واحده، الجمعيات لازم يتفاهموا فيما بعضهم، ماشي كل واحد يدير الراي تاعه، ولا عندكم يديروا نهار يتصلوا ببعضهم يجتمعوا يديروا اجتماع قال فوالا انا ها واش نقدر ندير، انت واش تقدر دير، انا ها واش نقدر ندير. التنسيق بين الجمعيات ربما باش تخرجوا بنتيجه نتيجه، وخاصه التوعيه. التوعيه في لي ريزو سوسيو، اللي يقدر يدير حاجه يديرها. انا نشوف ناس نهار اللي غلقوا تم الغلق قال لهم ما تستناوش الرئيس يقول لكم غلقوا، نورمالمون كنت انت تغلق القهوه تاعك، ترفد كراسك وتغلق القهوه تاعك. هنا ست عنده الحق، باسكو علاه الكورونا كانت طلعت بزاف، كانت الحاله خلاص. يجب ان الانسان ما يستناش الحكومه، انك حبيت تقولي باش غير هذه الاجراءات لازم يكون اجراءات طوعيه هو اللي يقوم بها. انا هذا الشيء خصني انا، هذه حياتي انا مش حياه الدوله. الدولة تموت تحيا هي، واش راح دير لك؟ واش راح لها فيك اصلا؟ بصح هذه حياتي انا. نسمع انا نحافظ على نفسي، ما نقارحش الانسان واحد اخر يقول لي ديري هذيك، لا نديرها انا. انا كنت نركب في البيس نطلع، والله العظيم يا خويا عمر غير نتضارب معاهم. نتضارب معاهم، اللي يقول لي بارك الله فيك، واللي يزعف ما يعجبوش الحال يقول لي كيفاش تركي بديري لنا حكومه، انت راكي كونترول. كاين برا نقول لهم ديروا البافات. الله غالب، ربي قدرني لساني. وتكون ردة الفعل ديالهم بهالطريقة يعني. أنا ربي عطاني لساني. لا يعني ردة الفعل تاع المواطنين، ما كاين اللي ما يعجبهمش الحال كي تكلمها. كاين اللي ما يعجبهمش، وكاين والله غير يدعوا لي ويقولوا لي بارك الله فيك. واحد العجوزة قالت لي أنت ما عندك حتى فايدة معايا أنايا. أنت راكي تنصحي واحد الصغير ثاني، واحد العشرينات هكا، قال لي أختي بارك الله فيك. يعني نصيحة قالت لي كانت في جيبه والله غير دارها. حاجة مليحة. شيء جميل أنه الإنسان يقدر أنه يعاون قدر المستطاع في مجابهة هذا الوباء ويكون إيجابي قدر المستطاع. سي إبراهيم، أطلقتم أنتم كجمعية البركة مبادرة طبعا لاحتواء ربما فيروس كورونا، أو بشيء القليل أنك تقدروا أنكم تساهموا الحكومة الجزائرية في مجابهة هذا الوباء. هل حدثتنا عن هذه المبادرة؟ وين راهي لاحقة؟ وكيف طبعا تتم هذه العملية؟ تفضل. أنا في بداية الحصة أعطيتك الأرقام اللي راح نشتغلوا عليها، 2000 جهاز تنفس 10 لتر،
وهذا التوزيع الكمامات راح نبداو من العاصمه، قدمنا طلب للولايه الجزائر الان، هما في الدراسه ممكن يسمحوا لنا الاحد نبداو نوزعوا في الكمامات في الشوارع، وكما قالت الاستاذه والتوعيه احنا. ولكن الفلسفه تاع المبادره كلها، احنا اليوم درسنا الوضعيه مليح تاع الوضعيه تاع الصحه تاع نقص الاكسجين تاع الامور هذه، فلقينا باللي المستشفيات اليوم ما تقدرش تستوعب كل الناس التي انصابت. فقلنا هذه الأجهزة اللي نجيبوها، هذه الأجهزة تروح للبيوت باش يخفوا المستشفيات مهما كانت الطاقة، وما يقول لك الأكسجين حتى وتوفر الأكسجين 100% في المستشفى، ما يقدرش المستشفى يستوعب المرضى، المشكلة في المرضى، المشكلة في عدد الأسرة. بقى لنا حل واحد احنا الآن، هو يخرج الجيش ويدير كيما دار في امريكا وفي الهند وكذا، اللي سباس فير كيما المنطقه اللي كان فيها هنا، يدير فيها السباس فير وخيمات كبار ويستقبل الناس. احنا الجيش رانا في وضعيه اليوم، واش اللي يخلي الحدود وهذه المشاكل اللي راه عندنا كل مع المغرب مع الدول الساحل مع ليبيا؟ يعني الجيش اليوم راه في مهمه كبيره، معناتها كي نقول لك العمل اللي رانا نخدموا فيه هذه مساهمه تدخل كل في الامن القومي. الامن القومي هذا مش قيمة مسؤوليه الجيش ولا الامن، مسؤوليه كل مواطن مادام راك عايش في البلاد تحافظ عليها. أكيد. هذه القاعده، الانسان الحر هذا هو، انا عايش في هذه البلاد انا وولادي واهلي وكذا نحافظ عليها، انا نكون معول تاع الامن في هذه البلاد. الان حنايا واش قلنا؟ قلنا هذه ال2000 جهاز اللي نجيبوها، احنا هذه ال2000 الا كان جانا الخير، احنا درنا دواء السقف تاعنا، ولا جانا الخير ونقدروا نجيبوا 10000 ولا 20000 من يمنعونا؟ الحمد لله احنا البارح وزاره الصناعه الصيدليه اعطتنا رخصه، ولاول مره يقدموا هذه الرخصه للجمعيه تشري من الخارج. والحمد لله وين نروح للمصل اللي رحنا اللي رحبوا بنا، قالوا لنا يا خويا مادام حاجه راه تفيد البلاد مرحبا بكم. يعني بل الانسان يكونوا صادقين مش ديماغوجيا امام الاعلام، هذه الحقيقه اللي لقيناها على الارض، يعني تسهيلات كثيره. انا علاش قلت لك في قضيه الفيسبوك، لازم واحد كي يدخل العمليه يكون عنده اطلاع عليها على الياتها كيف تتم كيف. يعني انا بعض المواطنين يقول لي شيخ نسي ستاسيون تاع الاكسجين للمستشفى، هذه خدمه الدوله، هذه خدمة الدولة، الدولة مش عجزة، الدولة مش فقيرة، احنا ماناش في الطوقو هنا ولا رانا في بلد افريقي يستنى المساعدة، احنا دولة عندنا دراهم، قادرة الدولة تشري ستاسيون لكل مستشفى، كل مستشفى دير له ستاسيون، مش محتاج حتى واحد، مع ان خلونا احنا نتوجهوا للناس الحقيقيين اللي محتاجين هذا الامر. انا غدوة انا كاين زوالي اليوم ما عندوش حتى باه يقدر يدير الفحص تاع البي سي ار، والله ما عنده، ما عندوش حتى باه يروح يشري الدواء هذاك اللي يديروا له في الوصفة، ماهوش قادر. هذا اللي لازم نخمم عليه كجمعيه. انا هو المجتمع المدني واش خدمته؟ انا ما زيدش الماء البحر، انا كي اسست الجمعيه اسستها لصالح المستضعفين في الارض، سواء هنا ولا كيما رانا نخدموا على البركه، نخدموا في فلسطين في الروهينجا في كل مكان. احنا اليوم راه بلادنا راه في خطر، اجينا نخدموا. معنى الناس لازم تفهم ما معنى هذه الحمله اللي هدير فيها البركه، هذه الحمله اللي تدير الفرق، اولا تخفيف على المستشفيات، ثانيا ايصال هذا الدعم للناس اللي ما مش قادرين. كاين ناس الان لو كانت توفر الاجهزه يشروا الاجهزه، كاين ناس بزاف اللي قادرين يشروا الاجهزه عندهم بخير عليهم، يشري الاجهزه لوالدي وما يروح عند السبيطار. ولكن احنا كلنا الان منكبين على المستشفى، ما يقدرش، ما كانش كي تجيب امريكا، ما تقدرش تجيب العمليه اللي راه فيها دوك الجزائر، ما كانش شحال مستشفى، شحال في 2000 مستشفى، كاين 2000 سرير في مستشفى سي عمر. نعم اليوم باش انا نقول باللي اهميه الدعم الناس الينا في هذه الحمله باش نجيبوا هذه الاجهزه في اقرب وقت. احنا اطلقنا حمله، اروحوا لينا سبحان الله العظيم، اروح ناقشني هذه المؤسسات الماليه، اخدم الخدمه الصحيحه كي الدعم دعم المشروع الصحيح اللي يرجع بالفائده على الناس، يرجع اروح اقعد معايا. قال انا جمعيه البركه، احنا مانيش عايشين في السحاب، رانا عايشين في الارض، اروح اقعد معايا، انا صاحب مال وحبيت، فهمني واش راح تدير، اروح جيري معايا، ادخل معايا ضمن اللجنه تاع الاداره اللي راح تدير العمليه هذه كل. احنا رانا نخمو على المواطن البسيط المسكين هذا كسي عمر، انا نشوفه بعينينا، كيف الناس اللي ما عندهاش ما يقدرش يروح حتى السبيطار، ماشي يروح له، والله ما هو قادر يروح له. نعم. اذا المبادره هذه ان شاء الله تلقى نجاح سي ابراهيم، ويكونوا اهل الاحسان واهل البر. لا هما كاينين ان شاء الله، احنا المبادره ناجحه ان شاء الله وننفذوها على الارض وتخرج بلادنا ونقضوا بلادنا ان شاء الله. نعم فقط هذه المبادره سي ابراهيم هل تخص فقط الجزائر العاصمه ام جميع ولايات الوطن؟ الوطن. جميع الوطن. لا بالتالي
من تلمسان التبس وجمعية وطنية في كل مكان. لا هذه المبادرة يعني حتخص المستشفيات أم البيوت؟ لا 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 ما عندهاش علاقة بالمستشفيات هذه. ما عندها حتى علاقة بالمستشفيات. عندها علاقة بالمواطنين في بيوتهم باش حنا نخفوا على المستشفيات. نعم. وهل هذا الأكسجين أو هذه الآلات اللي معليها حتجيبوها المكثفات أو المولدات الأكسجين هل راح عملية الاستخدام ربما بعض الأخصائيين يقول لك بلي أنه عمليتها صعبة نوعا ما؟ لما هي لا صعبة لا ولو حنا عندنا لجنة طبية في كل ولاية. نعم في لجنة طبية. ما وش أحمد إبراهيم اللي راح يروح يقول أنا ما أعرفش اللي يقول أخوي حتى العمري ما أعرفش اللي يقول الأكسجين. أنا كاين أطباء هما يشربوا على العملية هما يشربوا على العملية. إحنا عندنا لجان تاع أطباء في كل مكان يا خويا هم الأطباء ولا نتفاهموا مع أطباء الخواص. حتى أطباء خواص قالوا لي الشيخ رانا هنا. نعم قال لي رانا هنا جيب لي الأجهزة قال لي نسيرها. جميل. احنا الجهاز راه عند هذا الانسان ياخذوا بوثائق كي يكمل يبرالو ولا المريض تاعو يجي يعاود يزيد يعطوه لواحد اخر. حتى في النهايه انا جمعيه عمر ما تتخيلش باللي انا دوي انا حكومه ولا دوله راح نحل المشكله فينا. نعم انا مساهم في التقليص من هذه الكورونا. نعم واضح ضيفي الكريم. انتهى الوقت المخصص للبرنامج. سيده طبعا فضيله أنت أيضا كاتبة وشاعرة وناشطة جمعوية. طبعا قلتي لي في الكوليس أنه عندك خاطرة بسيطة. نعم. يلا تفضلي باش نكونوا إيجابيين طبعا. يلا تفضلي. نعم يلا نرافقوك طبعا مع هذه كتبتها غير مقبل برك. تفضلي واش تقول هذه الخاطرة. تقول ضربت كل أنحاء العالم فيروسا من شرقه حتى الغرب يعزينا كورونا اليوم بالله ما فعلنا فأين نحن ومن يحمينا كمامات الفم على الفاهي وكل معقم حوالينا وجثث الموتى تنتشر ولا نجد حتى من يعزينا هذا وعد الله فمرحبا وكل من الله يبتلينا. نعم ونتمنى إن شاء الله أن ربي يرفع لنا هذا البلاء وهذا الابتلاء بإذن الله تعالى. كلمة أخيرة سي. أنا كلمتي الأخيرة أدعو الشعب الجزائري أن يلتف حول هذه المبادرات التي نطلقها أن يلتف حول هذه البرامج الوقائية التي ندعو إليها أن يلتف حول عملية التلقيح ولا يستهين بها وكلنا إن شاء الله نكون يدا على هذه الكورونا لكي ننقذ وطننا وهذا ليس مستحيل إن شاء الله. فيه خطرة أخرى أو قصيدة أخرى تفاؤلية؟ لا هذا مش كتبت. هذا مش كتبتي. يلا شكرا لك يا ضيفتي الكريمة. كلمة أخيرة تقولها للمواطن الجزائري تفضلي. أخيرا نقولها للمواطن الجزائري بصفة عامة تحابوا تآخوا تسامحوا حافظوا على أنفسكم الكمامات لبافات حافظوا على والديكم على انفسكم ما تستناوش اي واحد يعطيكم النصيحه انصحوا انفسكم بنفسكم وقعد في دارك. شكرا جزيلا لك ضيفتي الكريمة طبعا على تلبية الدعوة. شكرا لك أيضا أستاذي الفاضل رئيس جمعية البركة على تلبية الدعوة. وإن شاء الله ربي قدرنا وأنا دائما قلتها من خلال البرنامج أن المسؤولية اليوم مسؤولية مشتركة لمجابهة هذا الوباء. شكرا جزيلا. والحيطة والحذر أمر ضروري وواجب. يا خويا ندير الكمامة ندير الجال ما عندكش الجال ما عندكش أحكم دارك اغسل يديك ها باش طبعا نختموه او نجابه هذا الوباء باذن الله تعالى. اذا مشاهدينا الافاضل بهذا وصلنا الى ختام هذا العدد من برنامج طبعا خاص. نتمنى ان شاء الله تكون قد وفقنا طبعا في يد العون والمساهمه طبعا قدر المستطاع في مجابهه فيروس كورونا. كمامه كراي عندك ياك؟ انا يلا ارتدي حماله من الان ارتدي كمامه. اذا مشاهدينا كريم أحلى وأمتع لحظات مع باقي البرامج. فقط توضيح أنه طبعا السكة الحديدية أو المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية يعني كانت أصدرت بيان منذ قليل أنه غدا إن شاء الله يعني القطار غدا ويوم السبت غير موجود. تم تعليق جميع الرحلات يوم الجمعة ويوم السبت. بقى لي غنقول لكم أحلى وأمتع لحظات مع باقي البرامج. إلى اللقاء.